أتمنى لكم سنة سعيدة، وأشوفكم الأسبوع بعد القادم. كل سنة وانتم طيبين. الأسبوع القادم هو عيد الميلاد، فمش هيكون في برنامج، فأشوفكم إن شاء الله بعد انتهاء عيد الميلاد الأسبوع اللي بعده. وإلى حين أن ألقاكم يعني أتمنى لكم سنة سعيدة وعيد ميلاد سعيد علينا جميعا وعلى مصر، ونأمل أن يكون العام المقبل عاما مباركا علينا جميعا، وأراكم على خير.